الأناقة على سكاي نيوز عربية. تنضم معي مصممة المجوهرات إيزابيل. مرحبا إيزابيل. بونجور. إيزابيل، دعينا في البداية نتحدث عن السبب الذي قادك للاتجاه في تصميم المجوهرات. أنا من عائلة امتهنت قطع الأحجار الثمينة لقرون. هؤلاء الأشخاص كانوا يقطعون الأحجار فقط، ومهاراتهم كانت رائعة. ترعرعت مع جدي وهو الذي جاء إلى باريس، وكنت أحبه كثيراً، لكنه مات مبكراً للأسف، وأردت حقاً أن أحتفظ بشيء معه. لذلك صممت مجوهرات بأحجار ملونة، كل الأحجار كانت تغني معاً. إيزابيل، طبعاً في كل تصميم مجوهرات هناك دائماً تكون قصة. ما هي قصة المجوهرات أو قصة الخاتم الذي أرتديه الآن؟ ممكن تخبرينا عنه أكثر؟ قصة هذه النسخة من المجوهرات تمثل مجموعة من المجوهرات القديمة التي جمعتها من الثقافة الصينية. كانت هناك ألوان رائعة، ريشات طيور الرفرافيات، تلك الألوان الزرقاء اللامعة الجميلة، وأحببتها. ولكن تلك الريشات كانت يابسة لأنها كانت ملصقة بالمعادن، وفكرت بأننا للأسف قد ضيعنا جمال الريشات. لذلك قررت أن أصمم بعض المجوهرات التي يمكن أن تكون فيها الريشات ولكن بطريقة حية، ويمكن أيضاً تغيير الريشات ووضع أخرى مكانها. ولم نقتل أي طير حتى نحصل على الريشات، فالطيور تفقد ريشها كل عام. إذن إيزابيل، طبعاً لكل خاتم أو مثلاً إيرينغز تحتاج فترة زمنية لإنهائها. ما هي الفترة الزمنية التي تأخذ لصناعة هذا الخاتم؟ هذه نقطة وجيهة. كل قطعة من المجوهرات تستغرق شهراً ونصف الشهر على الأقل، أو شهرين تقريباً. والسبب هو أنني أعيد قطعها وصقلها قبل إعدادها. إذن هذا عمل شاق من قطع الأحجار، تماماً مثل عمل جدي. إذن إيزابيل، ما هي الأكثر الأحجار الكريمة المقربة إلى قلبك؟ لدي حجارة مفضلة وهي بابا هاجا سافير، وهي حجارة وردية وبرتقالية اللون في نفس الوقت. إنها ساحرة للغاية ونادرة أيضاً. ثم هناك الحجارة الثانية، طبعاً دائماً لدينا الخيار الثاني، وهي حجارة بارادو، وهي خضراء اللون، ويقال إن هذه الحجارة تجلب التفاؤل، وأنا أشعر بذلك لأنها خضرة الطبيعة. إيزابيل، هل تعتقدين أن المجوهرات يجب أن تكون مكملة أو متناسقة مع الملابس، أم هي فقط نرتديها للفت الانتباه؟ الشيء الجيد بالنسبة للألوان هو أنها تجلب الانتباه، ولكن من الرائع أن يكون لديك فستان أخضر اللون، ثم يكون هناك قليل من الخضرة في مجوهراتك. طبعاً هذا ليس شيئاً كثيراً، ولكنه يحقق الغاية. وإذا استمعنا إلى كوكو شانيل فهي كانت تحب الفستان الأسود، وطبعاً الفستان الأسود رائع بالنسبة للقوام، ومجوهرة ملونة تجعل المنظر رائعاً، فيمكن ارتداء ذلك الفستان مرات عديدة وتغيير المجوهرات. إذن ما هي أبرز التحديات التي واجهتك في عالم المجوهرات؟ التحدي الأكبر هو في التعريف عن نفسك. إحدى السيدات قالت لي: لديك الآن المعرفة بعملك، وعليك الآن التعريف بعملك. هذا هو التحدي الأبرز. أنا محظوظة لأنني ترعرعت في أجواء المجوهرات، وطبعاً جربت الكثير من العمل قبل إنشاء تجارتي منذ 20 عاماً، وكنت محظوظة جداً بلقاء العديد من الموهوبين وذوي المهارات. والآن أنا أعمل بجداً وتفاناً، وأعتقد أن مجموعتي جميلة ويمكن دائماً أن تتحسن، ولكن علي أن أجعلها معروفة. إذن إيزابيل، ذكرتي المعرفة، كيف يمكن تسويق هذا النوع من المجوهرات الرائعة حتى النساء تستطيع أن تعرف عن هذا العلامة التجارية إيزابيل؟ لتسويق مجوهراتي حالياً، فنحمد الله لأن لدينا التواصل الاجتماعي. بالطبع أنا محظوظة لأن لدي صلات بالمجلات، ولكن اليوم التواصل الاجتماعي عالمي وسريع جداً، ويحدث أحياناً أن سيدات من أماكن بعيدة جداً يأتين مباشرة إلى متجري،
ويقولن إنهن يتابعنني منذ فترة على إنستغرام، وإنستغرام مثل السحر، ولذلك فإنه من الرائع أن نحظى بهذه الفرصة، وخاصة بالنسبة لي فأنا لست من التجار الكبار. طبعاً أحلم بالاستثمار في المجلات التي هي جميلة ومهمة بالنسبة لي، ولكنني اليوم لست من الكبار، فعدد صغير من المجلات تتعامل معي وتتعاون معي وتساعدني، ولكن مواقع التواصل الاجتماعي رائعة جداً لأنها تمكننا من عرض تحفنا الفنية وجعل معروضاتنا عالمية. هل كانت لك مشاركات في فعاليات أو معارض تختص بالمجوهرات؟ أشارك في الكثير من الفعاليات، وكنت أعرض الكثير من أعمالي في بازل على مدى سنوات، لكنني توقفت منذ 3 سنوات. أعرض في فينشينزا بإيطاليا 2 مرات في السنة، وهونغ كونغ أيضاً، وشاركت في بعض الفعاليات لأعرض أيضاً أعمالي، ولكن اليوم لدي متجري هذا، وهذا شيء رائع، أنا أدعو الناس لزيارتي. إذن إيزابيل، شكراً على هذه المعلومات، ونتمنى لك كل التوفيق.